صباح الخير حمزة، ويعني تفاصيل أكثر عن بداية هذا اليوم الانتخابي لغاية اللحظة بمحافظة الزرقاء. واضح أن الأمور يعني نوعا ما تمتاز بالهدوء لديك، تفضل حمزة. نعم بالفعل روز، يعني في تمام الساعة 7 صباحا بدأت مراكز الاقتراع وصناديق الاقتراع في محافظة الزرقاء باستقبال الناخبين. نحن نتحدث عن انتهاء من هذه التجهيزات وبدء فتح الصناديق في تمام الساعة 7 صباحا، وكما تحدثت من المكان الذي أتواجد به حاليا، لغاية هذه اللحظة لم يقدم أي ناخب أو ناخبة على القدوم إلى هذا المركز للأدلاء بأصواتهم. نحن نتحدث عن محافظة الزرقاء، نتحدث عن ما يقارب 672 ألف ناخب وناخبة يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في مختلف المناطق التابعة لمحافظة الزرقاء. إذا تحدثنا عن هذه المحافظة وعدد ألويتها وقصبات، نتحدث عن تواجد 3 ألوية و3 قصبات بما يعادل 7 بلديات ترشح لها عدد من المرشحين سواء لرئاسة المجلس البلدي أو المجلس البلدي أو مجالس المحافظات. نتحدث عن 127 مركز اقتراع يتضمن 744 صندوقا للاقتراع. لغاية هذه اللحظة لا يوجد الإقبال الكبير من قبل الناخبين على صناديق الاقتراع. بالعادة وخلال السنوات الماضية كنا نلاحظ أن خلال الساعات الصباح الباكر يكون التصويت لمندوبين المرشحين الذين يأتون إلى هذه المراكز باكرا للانتهاء من عملية الاقتراع وبعدها ممارسة أعمالهم في عملية المراقبة على العملية الانتخابية. نتحدث عن هذه التجهيزات الموجودة في مدرسة زرقاء اليمامة في منطقة حي النزهة من ناحية تواجد الكوادر الأمنية على البوابات الخارجية لهذه المدرسة أو من التجهيزات الداخلية التي أنهت وتحدثت عنها خلال الفترات الماضية الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال التشييك على الناخب والناخبة من خلال الرقم الوطني أو المعلومات الأساسية التي تأهله للإقدام وتقديم والإدلاء صوته واختيار مرشحه. أما روز، إذا تحدثنا قليلا عن محافظة الزرقاء والخدمات أو المشاكل والاحتياجات التي تنتظر المجالس المنتخبة، يوجد العديد من الملفات العالقة في محافظة الزرقاء تنتظر مجالس سواء كانت المجالس البلدية أو مجالس المحافظات للوقوف عليها. أهمها نتحدث عن المشاريع المتعثرة، أهمها نتحدث عن الخدمات البنية التحتية، وكانت هذه ضمن لوائح وبرامج الانتخابية التي أعلن عنها المرشحين خلال الحملات الإعلامية التي كانت خلال الفترات الماضية. نتوقع خلال الساعات القادمة مع عدد الناخبين الذين يحق لهم في محافظة الزرقاء وهم 672 ألف ناخب وناخب أن يكون هناك إقبال ملفت في مختلف مدارس محافظة الزرقاء، ولكن يبدو أن لبرودة الطقس أثر في تأخر وصول الناخبين والبدء بعملية الاقتراع. بشكل عام هذا ما لدي روز، سنتابع معكم خلال النشرات القادمة. شكرا جزيلا لك حمزة النهار مراسلنا في الزرقاء.